اهلا وسهلا بحضراتكم السادة المشاهدين الاعزاء في ابو كبير ميديا. كان معكم محمد مادو من محافظة السويس. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا النهاردة موجودين من محافظة السويس بالتحديد في حي الغريب مع استاذ سمير فرج اللول ابو ياسين. وزي ما حضراتكم شايفين كده والعاشق في جمال النبي صلى عليه يا رب، جماعة الصيادين، احنا السويس الصيادين والبحر ده طبعا بحرنا واحنا ملوك المهنة والشغلانة. زي ما حضراتكم شايفين كده النهاردة احنا موجودين مع ابو ياسين، موجودين النهاردة من داخل حي الغريب في محله خاص. طبعا هو ما عندوش اي حاجة تاني، هو ده اللي موجود بتاعه بس. وزي ما انتم شايفين كده الصيادين لسه جايبين كل اللي قدام حضراتكم ده من البحر، كل الحاجات اللي موجودة دي زي ما حضراتكم شايفين كده صحية طازة. بصوا يعني انا مش محتاج ان انا حتى المسها او اجي جنبها، زي ما انتم شايفين هي صحية اهي. الحاجة دي لسه جاية من البحر طازة. هو النهاردة هيعرفنا اشهر انواع الحاجات اللي قدام حضراتكم دي، لان طبعا في زي ما حضراتكم شايفين ادي مثلا ده نوع وده نوع وده نوع تاني طبعا وده نوع ودي برضو نوع. دي طبعا لسه ما اتفتحتش، هي مقفوله خالص طبعا بالرمله بتاعتها بميه البحر زي ما حضراتكم شايفين. احنا هنعرف معاه النهارده كل الحاجات اللي موجوده دي اسمها ايه ونوعها ايه وبتتكون بتكون فين، بتتجاب ازاي، ازاي بيقدر يستخرج منها اللحم اللي موجود فيها. كل الحاجات دي احنا النهارده هنعرفها معاه في المحل. وده برضو نوع تاني. طبعا احنا ما نعرفش الحاجات دي، او السادة المشاهدين معظمهم ما يعرفش اسم الحاجة. طبعا هو هيعرفنا كل الحاجات اللي موجودة دي زي ما حضراتكم شايفين كده. دي لسه طالعة حالا، دي اسمها ايه؟ دي السردية. دي السردية الصدف. بصوا زي ما انتم شايفين كده احنا هنفتح اتسلقت واتفرجتوا عليها، نفتحها مع بعض اهي. دي زي ما انتم شايفين كده دي لسه جاية حالا، يا دوبك دخلت في المية السخنة بس. طيب طبعا احنا النهاردة حابين النهارده نشكرك ان انت موجود معانا النهارده استاذ سمير الفرج اللول ابو ياسين. اهلا وسهلا بحضراتكم، وانا سعيد ان انا بشوفكم تاني او بطلع معاكم لايف تاني، وان شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنكم وربنا يجمعنا مع بعض في الخير دايما. وعايزين النهارده نفرجكم على الدنيا وهي جايه من البحر وريحه البحر فيها، وزي ما انتم شايفين الصاحي صاحي، واحنا السويس الصيادين والبحر ده بحرنا، وبنعرف نغطس ونجيبها من اعماق البحار عشان نوريها للناس وهي صاحيه وهي مسلوقه وهي شندوتش وهي طبق على اي وضع زي ما انتوا عايزين هنوريكم. وكل حاجه قدام سيادتك اهو، الصدف والنهيد، وده النهيد، ده فصيله النهيد، ده فصيله النهيد. عايزين نبداها كده واحده. ده النهيد، ده النهيد لسه صاحي، ده النهيد لسه صاحي، لسه صاحي، لسه صاحي، لسه صح. ودي اللوكزايه اهي، اهي استوت اهي، الدخانه اهي، هنضربها كده بالشوكه هتطلع معانا زي ما انت شايف اهو. واخد بال سيادتك؟ طول ما هي مسلوقه هتطلع معاك على طول، واهي طلعت. دي بقى مش مسلوقه، هنضرب فيها الشوكه لسه ما سلقتش، مش هتطلع. بص بتخش جوه اهي، بتخش جوه اهي. انا عملت ليه؟ لان دي مسلوقه، دي مسلوقه، دي نيه لسه. يبقى ده اللوكز البلدي. ده ايه اللوكز البلدي؟ اهو شريان المأكولات البحرية اهو. اللهم صل على النبي. اللوكز البلدي شوف منور ازاي، كله فوسفور. الحاجات دي بتبقى في اعماق البحار، والحاجات دي بيغطس عليها صيادين معينين بينزلوا يغطسوا في اعماق البحار عشان يجيبوا اللوكزاية دي والسرمبايه دي والبصرية دي والنهيد ده، والشغل العالي اللي انت ما انت شايفه ده كله شغل رايق لسه جاي من البحر. انا عايزك تجيب لي بقى، عايزك تجيب لي، انا شايف دي طبعا ده الجمل. احنا الناس كلها عندها علم ان دي طفايه سجاير. محدش يعرف، محدش يعرف دي جوه ايه. ده طفايه سجاير، ده الجمل. ادي بص الشرفان وهي طالعه من الميه اهي، وهي طالعه من العظميه بتاعتها اهي زي ما انت شايف. دي اسمها ايه؟ دي الشرفان، دي فصيله اللوكس اللي هي الفصيله المتالقه. دي الفصيله المتالقه اللي احنا بنقول عليها ايه؟ ابو فراوله زي ما انت شايف اهو. الضفر بتاعه بيطلع والظهر بتاعته بتطلع كده وبتتنضف كده وكده فل قوي، وبتبقى زي الفل، بتتقطع للناس وبتتاكل زي ما انت شايف اهو، وبتتغسل كده اهي، بقت شكلها اهو زي ما انت شايف، كله على عينك يا تاجر، كله على
كله على عينك ايه؟ دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ابو شريف. ابو شريف نقول عليه شرفان. ونقول عليه لوكز فراوله. ده لوكز ده متالق. يعني ايه متالق؟ لوكز ما بيقدرش يهين نفسه، يعني زي ما بيقولوا كده بيجيب غذائه بايديه تحت ايده، ما يروحش بعيد، ما عندوش استعداد يشقى. اللوكز الشرفان ده بياكل الاستاكوزا وبياكل الفراوله وبياكل انضف حاجه في البحر، وياكل السمكه البربوني والجمبريه الصغيره. فده كله فوسفور زي ما انت شايف سيادتك، اهو كله ملون الوان الطيف من عند الله. لا احنا لا هنديله لون ولا هو من عند الله، كله بالصلاه على النبي. تمام، كله بالصلاه على النبي. ادي اللوكز البلدي زيه اهو، ادي لوكز بلدي اهو، اهو لوكز لسه بعمله ببحر اهو، ما غسلناهوش ولا اكلناه للناس بدخانه وبالصلاه على النبي. دي لوكزايه بيضة اهي مشعبه، ودي لوكزايه بس دي شرفان، نقول عليها ايه؟ شرفان. قسما بالله الحاجه دي كلها لسه جايه. الله اكبر عليك. قسما بالله الحاجه دي كلها لسه جايه وصحية، ولازم تخش عليا انا الاول بامر الله، عشان عارفني بطلع لايف افرج الناس على الحلو. انا عايز والحاجه وهي صحية. انا عايز افتح البتاعه الكبيره دي. اي حاجه نفتحها، اي حاجه نفتحها. دي اسمها ايه؟ دي بصرايه يا فندم. بصرايه؟ اه دي بصرايه اهي يا فندم، اهي يا فندم. بص صحيه اهي، صحيه اهي، صحيه اهي، صحيه اهي، صحيه على مهلك بس. لا ما تخافش علينا، دي لعبتنا وشغلتنا يا عم الحاج. انا خايف عليك. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. انا قلب عليك لكم مش قدها. شغل... لا يا حاج سيبها لله، سيبها لله يا حاج، سيبها لله، سيبها لله، بالصلاه على النبي. بص بتقفل ازاي؟ طول ما انت بتفتح فيها بتقفل ازاي؟ شايف؟ شايف سيادتك؟ هل دي بتتفتح وهي صاحيه ولا لازم؟ لا برضو. وهي صاحيه ما تقفلها، وهي صاحيه ما تعرفش تقفلها. هي صاحيه، هي على كده صاحيه يا فندم. هي صاحيه اهي، اهي صاحيه، صاحيه. بتعافر جامد. لازم تعافر، دي جمل يا فندم. دي جملي، دي جملي اهي، واخد بال شبتك اهي، اهي 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 اهي، واخد بال سيادتك اهي اهي، واخد بال سيادتك. ادي البصرايه اهي، ادي البصرايه، ميه البحر لسه نازله منها اهي. مش طب لو هتتعبك دلوقتي خلاص. لا يا حاج مفيش تعب، نشوف غيرها يعني. مفيش تعب يا حاج، تعب ايه؟ تعبك راحه يا حبيبي، تعبك راحه، دي شغلتنا ولعبتنا. ما فيهاش خاتم ولا حاجه. الصلاه على النبي اهي، اهي 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 يا حبيبي. ده تسلم ايديك اهي، اهي اهي. بتعمل في كل اللي جه كده؟ فتحهم كده واعملها كده اهي زي ما انت شايف اهو، اهو اهو، كله على عينك يا تاجر. وبالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، على اي بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي اهي، اهي بالصلاه على النبي. لا تسلم ايديك اهي قدامك، بالصلاه على النبي. بتعمل فيها ايه بعد كده دي بقى؟ نازله بميتها اهي، نازله بميتها، شغل عالي، شغل بلدي من عند الله، والتيسير من عند الله، ولون البحر فيه ودمه وحماره ودنيته كلها زي ما انت شايف. وبالصلاه على النبي بتتنظف، وبتتعمل سندوتشات، وبتتعمل اطباق مشكله، وبتتعمل كل حاجه. ادي البصرايه اهي، ادي البصرايه، ادي البصرايه اهي. دي بيبقى فيها معده وكده؟ طبعا معده، دي مصارينها ومعدتها، وفيها عينين وفيها كل حاجه. دي روح زيها زي اي حاجه بتتنفس في الميه، تحت الميه، فوق الميه، كل حاجه بامر الله. دي تيسير من الله، اتخلقت في الميه بامر الله، وطلعت من الميه بامر الله، وهتيجي عندنا بامر الله، وهفرجها لكم للناس كلها بامر الله. وبالصلاه على النبي، ربنا يزيدك ويرزقك من نعيم الله. بقول لك الحاجه، بص بص، شفت الفوسفور؟ شفت الوان بتاعه ربنا؟ ادي الالوان يا حاج. بسم الله ما شاء الله. اتفرج يا حاج على الالوان، وفرج الناس، احنا عايزين نبسط الناس. طبعا الكلام ده مش موجود لا. في كل حته، موجود بس في السويس عند الفرج بس، عند الفرج اللولي بس، ربنا يزيدك بفضل الله. بس الناس كلها هتنزل لها الشغل ده، بس جم عندنا الاول عشان طريقهم، عشان انت الاول، عشان انا الاول، يمكن ربنا يجعلني الاول ان شاء الله. والشغل قدام سيادتك اهو. دي اسمها ايه؟ صلمباء يا باشا. بص سخنه اهو، بص اهي دخلت اهي، طازه اهو، صاحي، كله بيلعب. كله بيلعب، اي واحده تحط ايدك عليها تلاقيها بيلعب، واخد بالك؟ انا عامل لك فرش عشان افرج الناس كل حاجه حلوه. وده صدف يا فندم، ده صدف، ده لسه ما اتفتحتش، ده لسه ما اتفتحتش، لسه لازم صحي. لازم دي تتحط في في الميه وتتسلق يا تتشوي. بص سيادتك اهي، الشوت اهي،
الشاوت اهي اهي الشاوت بنضربها كده بالسكينه بتطلع زي ما انت شايفه اهي. دي كده جاهزه على الاكل. كده على الاكل شويه سلطه وطحينه وبتاع تتغسل وتتبل وتتاكل للناس زي ما انت شايف. بتعمل ايه في الصدف ده؟ في حد بيجي ياخده؟ اه طبعا المصنعيه، الصدف ده مصنعيه يا استاذ، الصدف ده بيتصنع للناس، بتاخده تاخده من مصر تجار بيجي يشتغلوه. شيل دي كده الاكل ده. اهي يا فندم الصدفايه فيها لون الطيف كله. السادة المشاهدين زي ما انتم شايفين كده دي صدفة اهي، انا مش عارف هي باينة، يا رب تكون الكاميرا مش ظلمة شكلها زي ما حضراتكم شايفين اهي، بتتفتح وتتقفل اهي، وزي ما انتم شايفين كده اللون بتاع ربنا اللي موجود فيها الوان الطيف، وطبعا ده خزف وبتتاخد يتعمل منها حاجات تانية ومشغولات صدفية تانية. طبعا انا شايف في عندك هنا تعابين او حاجه ماكوله، مأكولات غريبه كده ممكن انا عندي الغريب كله، كل اللي عندك ده ممنوعات. تعالى نطلع كده نبص على الحين. بص تعالى بص ده جندفلي وده شرفان. اه بص يا فندم ده شرفان، ده شرفان اللوكس اللي انا وريته لسيادتك دلوقتي شرفان ده بعد ما انت ده متنضف ومغسول ومتقطع على بق الزبون واخد بالك، وده جمال، الجمال ده يعني مش عارف اقول لك، ده الجمل والجمل هو املي، تاكل الجمل وربنا يكرمك وتركب تطلع الجمل. السلم وتركب الجمل وتطلع تجري وتنزل وزي ما انت عايز هتلاقيه. اه هيمشي معاك زي ما انت عايز، مسلوق شغال، مشوي شغال، شندوتشات شغال، على اي وضع شغال. تسلم ايديك الله يخليك. احنا اهم حاجه الناس تعرف ده ايه وده ايه وده ايه. شايف عندك في ايه تاني؟ دي تعابين البحر، وده صدف كافيار اهو زي ما انت شايف اهو. ده الكافيار؟ اه صدف كافيار متقطع ومتنضف ومعمول للناس، يتعمل شندوتشات واطباق، وبفضل الله عشان انا بحتكر الصدف زي ما انت شايف كده بفضل اصنعه وانضفه واطلع منه السره بتاعته. شفت بيت الكلاوي بتاع العيد ده؟ بيت الكلاوي. اه ده ايه؟ ده بيت الكلاوي، تشوي ماشي، مقلي ماشي، مسلوق ماشي، شغال معاك زي ما انت عايز. الله ينور عليك. وادي اللايف بتاعنا، احنا فرحانين بيكوا عشان الناس تعرف ده ايه، والمأكولات البحريه دي طالعه ازاي وجايه ازاي وبتتسلق ازاي، وكله من عند الله. جبت سعد الصغير في الشبه جامد انت يا عم. بالصلاه على النبي، وسعد الصغير ده وحش؟ ده سعد الصغير ده سكر، ده الناس كلها بتحبه يا عم الحاج. ده لولا انا كنت بايع مأكولات بحريه انا كنت فنان كبير. فنان بلدنا. ايه يا عم فنان ما. بلدنا انا فنان في شغلتي وهو فنان في شغلته برضه. الله ينور عليك. اه لكن هتقول لي سعد، سعد على عينينا سعد، وسعد هو اللي مخلي سعد مصيط ومظبطه في الدنيا المأكولات البحرية. وسعد سعد 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 يحيى سعد يحيى يا عم سعد. ولا تزعلك. تعالى بقى نبص على الحنشان. بص يا حبيبي دي الحنشانة اهي لسه جاية مع الصيادين، هم جابوهم هم البحر. امسك يا ياسين وقول لهم الحنشان صاحي يا معلم. ده بيتعمل ازاي؟ الحنشان صاحي يا معلم اهي، الحنشان صاحي يا معلم، بيتعمل كل حاجة، كل حاجة بتعمل، احنا بنعمل فيه كل حاجه. ده تعبان بجد؟ والله ايوه يا عم هات الطبق. انا عايز واحد بس كده. والله تعبان يا جدعان. تعبان يا عم الحاج اهو، مسلوخ ومتنضف اهو، اهو مسلوخ ومتنضف يا معلم. تمام خلاص خلاص. لا شوف شوف اهو 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 متنضف بطنه ودنيا اهو. تعبان اهو يا معلم، حنشان اللي هي لسه جايه دي، كل ده شغل من عند الله، كل ده شغل بالصلاه على النبي. تسلم ايديك. واللي عند الله كتير وما تقلقش، ان الله معك طول ما ربنا معاك وبتقول يا رب استرها هتلاقي الدنيا مستوره لوحدها لوحدها. وادي البصره شريان المأكولات البحريه كله من البحر طازه، فتحناه قدامكم وصاحيه قدامكم وقطعناه قدامكم وهنسويها. في ناس بتقول لك مكانك فين؟ مكاني انا في الغريب في شارع الخضر، تخش لي شارع الفلكي جوه المطعم الفرج اللول، اداره اللول ابو ياسين. السويس؟ السويس الغريب. نسيت السويس؟ اهم لا يا عم احنا لا بركه الا السويس، ده السويس هي النعمه بتاعتنا وربنا فوق كل شيء. في ناس بتقول ان اسكندريه هم اساس المحار. يا عم اسكندريه متفقه معانا في المحار، صح الكلام مظبوط. اسكندريه ولا بورسعيد؟ لا اسكندريه بس اللي متفقه معانا في المحار، اسكندريه بس اللي متفقه معانا في السريديا، متفقه معانا في السريديا بس، السريديا الاسكندرانيه، والاسكندرانيه على دماغنا، والاسماعيليه ليهم نشاط تاني، ليهم بكلاويز، والبورسعيديه ليهم البكلاويز، واخد بال سيادتك؟ فكل حاجه ليها. بس ايه بس الكلام بيقول ايه؟ احنا السويسه، احنا السويسه الصيادين، والبحر بحرنا بس، ونشعى فيه ونجري شمال ويمين ونصيد سمك على قدنا، يبقى السويسه هم الصيادين برضو. سيبها على الله،
سيبها على الله. اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين احنا النهارده موجودين مع كل حاجه عندنا فرج اللول ابو ياسين زي ما انتم شايفين كده، والبحر الاحمر بحرنا، والارض دي ارضنا، والمهنه دي احنا اصول الشغلانه، احنا احترفناها. وزي ما حضراتكم شايفين كده العاشق في جمال النبي يا رب يصلي عليه، واللي يشوف الحاجه يصلي على النبي كده علشان الحاجات دي ما تتنظرش. الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده الحاجات دي موجوده. الصدف اهو قدام حضراتكم لسه جايه من الصدف اهو. طبعا ادي الصدف اهو، ادي الصدف اهو، الصدف اهو، كل اللي قدامك ده صدف، كل اللي قدامك ده صدف. طلع ياسين الصدف، كل ده صدف، بس ده ني وده مسلوق، ده ني. بص البحر الميه عليه ازاي، بص الميه عليه وعرقان ازاي. ده نشف اهو عشان ده اتسلق، ده نشف اتسلق، يبقى ده لسه بميته وصاحي. ده صاحي اهو، فاتح بقه اهو، فاتح اهو، تيجي تضرب السكينه يجي قافل. واخد بال سيادتك؟ كله صاحي. بشكرك جدا، جايه من البحر علينا، وبالصلاه على النبي رزقنا ومكسبنا، ومالناش بركه الا انتوا، واحنا سعداء اللي شفناكوا وطالعين معاكوا لايف عشان خاطر تشوفوا المأكولات البحريه بتاعتنا. ورب نكون اسعدناكم ونكون عند حسن ظنكم، وربنا يكرمكم جميعا ويكرمنا احنا، ويكرم بتوع المأكولات البحريه جميعا، ويكرم الناس كلها، وكله عند الله كسبان، واللي معاه ربنا كسبان، وخلوه على الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في لايف جديد ان شاء الله مع صفحه ابو كبير ميديا من محافظه السويس. كان معكم محمد بدر.